مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم. حادث مريع جد صباح اليوم على مستوى الطريق الوطني عدد 11 بمنطقة كسر مزور من معتمدية باجة الشمالية. الحادث تمثل في اصطدام سيارة خفيفة بقطار قادم من تونس في اتجاه مدينة غار الدماء، ما أدى إلى هلاك 5 أشخاص وإصابة فتاة بجروح بليغة. استدام قطار للركاب قادم من تونس في اتجاه مدينة غار الدماء بسيارة عائلية خفيفة على مستوى منطقة قصر مزوار من معتمدية باجة الشمالية، أسفر عن مقتل 5 أشخاص على عين المكان وإصابة فتاة بجروح بليغة، تم نقلها إلى مستشفى الرابطة بتونس. هي حادث مرور مريع، فيه 5 قتلى وعندنا جريحة، فهمت، وقع نقلها توا المستشفى الرابطة تونس، حالتها خطيرة برشا. بالنسبه للوفيات 5 وفيات، فهمتي، وقعوا والله ثم عنا 4 من عائله وثم واحده فهمتي مزات فهمتي انكوني. هذا الساعه 7:44 تم اعلامنا عن وقوع حادث قطار بالطريق الوطني رقم 11 على مستوى في اتجاه طريق بنزرت على مستوى قصر مزوار. طريق باجه بنزرت فما سيارات، فما شاحنه يجي وقفت وراها سياره نو 21 نباده وقفت، والسيد خرج على اليمين وباساج نيبوها بتتعدى بالضبط مع الترا. جدير بالذكر ان الاسباب الاوليه لهذا الحادث قد تعود الى عطب في حاجز السكك الحديديه بالمنطقه حسب بعض شهود العيان، الامر الذي نفاه رئيس مصلحه السكك الحديديه بباجه. البريار ضايه تنقص فيه صيان وتنقص فيه برشا حاجات، ديما تصير فيه حوادث كما كاين، مش هذوما الاولين. السيد الله يرحمه ما احترمش قواعد المرور، تعدى ذاك اللي قبله تعدى زرف منع ربي، هو جاي معناتنا بالضبط. سال السيدان. لا الحاجز انا حاضرين، انت حاضر وانت حاضر، هانك يعمل مانيفر تشوف البريره يهبط الضوء يشعل. في الانتظار تتواصل الابحاث للوقوف على الاسباب الحقيقيه وراء هذا الحادث لتجنب تكراره مستقبلا.